اليوم تم استهداف بلدة التمانع بصاروخ من الحربي الروسي، وقام الصاروخ باختراق سطحين الأول والثاني وجدارين، وأحدث حفرة هنا يعني كبيرة بعض الشيء ولم ينفجر لله الحمد. وأنا أقول لهم يعني بمناسبة هذا الصاروخ الذي لم ينفجر، كيدوا ما استطعتم فلن تستطيعوا كسر صمود بلدتنا الصامدة بإذن الله. هذه البلدة الممانعة إن شاء الله هو الكاسر لأنوف الأعداء.